السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنسأل شات جي بي تي ايه افضل مواقع لتحميل بلوكات، لتحميل تمبليت، لتحميل حاجات خاصة بالسكتش اب، حاجات خاصة بال 3 دي ماكس زي ما انت عايز. يعني بدل ما تسأل جوجل تعال هنا وقول له صديقي العزيز هل ممكن تعطيني افضل مواقع لتحميل بلوكات سكتش اب، ونشوفه بقى هيقول ايه. الوير هاوس مظبوط، السكتش اب سكتشر كلاب تمام. عايز تتأكد خش كده 3 دي هاوس تمام. طيب وتروح عمل عليها سيرش هيجيب لك اول موقع. اريد اللينكات ده الروابط اهي تمام. جميل جدا. افضل مواقع لتحميل مثلا كيتشر جنة التكتشر. طيب ايه تاني؟ روابط لتحميل برامج هندسية. روابط برامج هندسي لو عندك برنامج اكتبه مفتوحة المصدر. فريكات طبعا اول واحد، والبلندر، الجيمب ده عامل نفس الفوتوشوب، انسكيب عامل زي الاستليتور، ليبر كاد عامل زي الاوتوكاد بس اقل بكتير، كي كاد عشان صمم الدوائر الالكترونية. فجاب لي المواقع المجانية اللي نقدر نحمل منها برامج هندسية. طيب خلينا نشيل شرط مفتوحة المصدر ونشوف. جاب لنا الاوتوكاد والسوليد وورك والماتلاب وانسيز والريفت والسكتش اب. كيف يمكنني الحصول على برنامج الأوتوكاد مجانا؟ بيقولك تقدر تاخد نسخة تجريبية. يديك الخطوات اللي انت تقدر تدخل من خلالها وتحصل على نسخة مجانية 30 يوم. هل ممكن تشرح لي برنامج الاوتوكاد؟ ممكن في اي امر مش فاهمه تسأله هو يجاوبك. عندنا بنستخدم شات جي بي تي بشكل يساعدنا في الشغل بتاعنا.